بسبب خطأ طبي حول حياتها إلى كابوس مزعج قد دمج هذه الأسرة الصغيرة. هناء طفلة تلتمس خطواتها الأولى في الحياة بمشقة وعسر كبير، فكيف نسجت خيوط هذا الخطأ الطبي الفادح؟ تبعت عادي عن الطبيب، بقيت متبعة معاه حتى وصلت 38 سيمانة، يعني غادي يولدني. ملي مشيت لعندو للسبيطار كيقول لي غنتيجي نهار اثنين، ملي نجي الاثنين يقول لي راه البلوك خاسر، سيري حتى الخميس. الخميس نجي راه باقي البناج، خاصك البناج تبنجي من اللور، نمشي عاوتاني بحال هكاك. تبقيت حتى وصلت 41 سيمانة، ملي مشيت لعدو الراجل ما بقاش يبان. صيفطتني الطبيبه، بقيت تما كاينه، صيفطوني لميريزكو. مشيت لميريزكو قالوا لي انت ما عندك لا سكر لا طونسيو، سيري رجع للسبيطار ديالكم، حنا ما كنقبلوش بحال هاد الحاله. رجعت لعندهم، خرجت عندي الطبيبه قالت لي لا ما نولدكش دابا، سيري تال نهار اثنين ونهار الجمعه. غنبقى الجمعه حتى الاثنين، ما بقيتش صافي. يلا بغيت نخطوي رجليا، صافي بديت نغوط، ربي اللي خلقني، ما بقيتش قاده نزيد بالزز. تجات الحارسه العامه وغوتوا هذاك السيكوريتي وداك الشيء، عيطوا على الحارسه العامه قالت لي تسيني لو وقعت لك شي حاجه انت تحملي المسؤوليه. قلت لها لا، نتوما جرجرتوني حتى لدابا ونتحمل عاوتاني المسؤوليه. صافي امي دخلني للطبيبه، دخلتني للطبيبه ولدتني، ما عقلتش على راسي. ملي فقت جابوا لي الدريه صغيوره فيها جوج كيلو وصغيوره، يعني ما كون اهتموا بهذيك هذيك اللحظه يقدروا ينقذوها. صافي بقيت ناعسه. تما جات واحد السيده وهي تقول لي بنتك راها صفرة. هي صفرة، قالت لي شوفي كديري ليها. ملي جا الطبيب باش يشوفو على 3 ايام عطاتني ورقه قالت لي دابا، قالت لي تشوفي بنتك ديري لها تحليله، عتقي بنتك. مشينا كنتجارة ودرنا لها تحليله، مشيت لميريزكو ما قبلوهاش، قالك بلوك هذاك القرعي عامرين. مشيت السبيطار ديال مولاي يوسف، مشيت ليهم تما كاينه بالطليب وبالرغيب، عاد شدوني تما برك 8 ايام والبوله قليله ولي دايره لك الفران مدخله مخرجه. كيقول لي سيري قطره حليب، قطره حليب ب 20000 ريال، انا ما عنديش. بقيت تما 8 ايام وانا ناعسه، عاد خرجتها. ملي خرجت صافي صافي قلت ربما صافي راه مزيان. الدريه ولات عندها 8 شهور ما كتحركش معاه، ما تزادتش. قلت ربما هاد الرخاء من هاد بوصفير. قلق ومرارة كبيرة تتجرعها أسرة هناء كلما نظرت إليها وهي تجد نفسها عاجزة على تقديم المساعدة لها، خاصة وأن المبلغ يصل ل40000 درهم. مشيت عند الطبيب قال لي سير ديري السكانير. السكانير ما عنديش، راجل ما خدامش، باش غندير له السكانير؟ فين غنمشي؟ محنة. دعيت والله ياخذ فيه الحق، دعيت والله هو ياخذ فيه الحق. محني وانا ما عنديش، كون كان عندي شي حاجه ندير على بنتي، ولكن ما عنديش، ربي اللي عالم بيا. كنت طالبه من محسيني وشي واحد يعاونني في بنتي. بنتي صافي مشات لي، رجليها هي عواجت، ظهرها عواج، راجل ما خدامش. خطا طبي بسبب الطبيب اللي دار لي هاد الحاله، وهاد الترويض الحسي والحركي. هاد الحركي انا كنديرو 3 ايام، 3 ايام ما كافيانيش انا 3 ايام. بنتي قالت لك ما عندهاش اصلا الدواء ولكن عندها الترويض. الترويض خاصها ترود مزيان باش ما يتشكرفوش ليها رجليها. كتركش والو، دابا تهضر معاها ما كتركزش معاك، ما تفرج، ما تديها فك، لا تشوف فك، ما حتى حاجه. هنا تنادي القلوب الرحيمة لمساعدتها ومعاقبة كل من تسبب في إهمال حالتها كي لا تتكرر هذه المسائل في مستشفياتنا.